السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من مقاطعة بلاين. رجعت اخيرا بعد يعني قطع تقريبا لمدة اسبوع فوق تصوير الفيديو ده. مش عارف بقى الفيديو ده هينزل امتى، بس في الغالب يوم السبت ان شاء الله. القطع دي كان سببها يعني انا كنت نقلت مكان تاني على امل ان المكان ده هيبقى افضل في التصوير والمكان هيبقى كويس يعني وهعرف اصور فيه بشكل احسن، ولكن العكس خالص اللي حصل معايا، فاضطريت ان استنى لحد ما ارجع تاني المكان اللي كنت فيه الاول علشان اعرف اصور. الموضوع فيه تفاصيل كتير فمش عايز اوجع دماغكم بيها، بس المهم ان احنا رجعنا الحمد دلعني، لان من اول ما عملت القناه دي وانا ما قطعتش ولا مره القطعه دي كلها، فان شاء الله مش هتحصل مره تانية. المهم دلوقتي بقى ان في فيديو النهارده انا بصوا انا عامله كده يعني والله حتى مش مرتب اي حاجه، انا قلت هنخش كده هنصور الفيديو على طول علشان ايه بقى حرفيا يعني وحشتوني. فالمهم بقى ان احنا النهارده حابب اوريكم اللي انا عملت ايه في الفتره اللي فاتت. طبعا انا ما لفلتش خالص لان ما كانش عندي وقت خالص ان انا اقعد واستنى الطابور والكلام ده كله، فاضطريت ان انا اهرب شويه كده لحد ما اجهز الشوزن. طبعا سحبنا على الماكرو خلاص لان انا خلاص زي ما انتم شايفين كده خبرة 55، فخلاص كده يعني مش مستاهلة نستنى بقى 60 ونجيب الشوزة مرة واحدة. حابة اوريكم اللي انا عملته والفلوس اللي انا جمعتها غير شرعي. طبعا زي ما انتم شايفين انا مطفر خالص، مفيش اي فلوس. ال 5000 ده اصلا لو واحد طلع عليا دلوقتي هبقى مطفر بجد وحقيقه بقى. فالمهم ان سبب الطفره دي اللي انا يعني اشتريت بكل فلوسي سلاحف، او مش سلاحف، طعم سلاحف واستات سلاحف، وهربتهم كمان وطلعوا لي شويه فلوس حلوه كده هوريها لكم دلوقتي، وكانت منهم تهريبه طلعت لي مليون، تهريبه واحده بس طلعت لي مليون وهربت فيهم 40 سلحفه. طبعا مش محتاج اقول لكم اللي انا ما صورتش فيها التهريبات دي، اولا عشان برضو المكان، وثانيا لان بصراحه كده بدات احس ان اي تهريبه بصورها ما بتنجحش، فبقيت بهرب من غير ما اصور. بس ان شاء الله نهرب مع بعض يعني ما تقلقوش. بس والله يعني كانت تهريبات ممتعه، مصور فيهم شويه حاجات كده بس انا ما كنتش بتكلم فيهم، يعني التهريبه مجرد صوت كده وفيديو وخلاص، فتقريبا ما حدش مهتم يعني بالكلام ده. فالمهم دلوقتي ان احنا نروح نشوف معانا فلوس كام غير شرعي، وهنشتري كمان عربيه النهارده. ما تقوليش ازاي بقى، بس هنشوف ازاي انا هشتري عربيه النهارده. طبعا ماشي بالهايلوكس وحشتنا والله، انا ما مشيتش بيها من زمان قوي، وناس كتير والله بتقول لي بعها لي ومش عارف ايه، بس يعني ما اقدرش استغنى عنها بصراحه، بحبها اول هايلوكس دي، فقلت اجربها. غير كده كمان يعني بيني وبينكم مش عايز اخبي عليكم يعني انا اصلا ما كانش معايا 5000 اطلع عربيه غيرها، والعربيه الثانيه في بوليتو اللي هي التندرا، والدباب كمان في بوليتو، فمش معايا فلوس اطلع غيرها، هي الوحيده اللي لقيتها في الجراج. فالحال معايا حرفيا يعني زي ما انتم شايفين كده بايظ خالص. بس هنشتري عربيه النهارده برضو، هنشوف هنعمل كده ازاي. وكمان عايز اجهز تهريب الكوكايين، يعني في حاجات كتير قوي عايز اعملها والله. بس خلينا الاول بقى نروح بوليتو عشان اتكلمت كتير قوي معاكم، بس حرفيا كنتوا وحشين، فخلينا نروح بقى بوليتو ونشوف معانا ايه هناك ونشوف كمان هنعمل ايه. وصلت بوليتو، مش عايز بس اخبط الدباب علشان ما يبصش. كمان يا جماعه نسيت اقول لكم اللي انا كنت قلت لكم ان انا هشتري مقطوره ثانيه معاكم، يعني ده كمان سبب ان الفلوس خلصت معايا. كان معايا سعرها اللي هو ال 2 مليون، بس جيت ابص في المستعمل كده لقيت لقطه، لقيت اتنين، واحده تقريبا كانت بمليون 400 ولا مليون 450، واحده ثانيه كانت بمليون و300 او مليون و200 يعني. فالمهم يعني انا قلت الحقها واجيبها علشان ما تروحش مني. كانت واحده عليها ستيكر الدواجن تقريبا، واحده زي اللي كانت معانا. فالمهم يعني انا دلوقتي معايا مقطورتين او برادين علشان يعني تبقوا عارفين كل حاجه، بس بصراحه كان سعرها لقطة. خلينا كده بقى نشوف معانا قد ايه غير شرعي. نروح على سحب من الخزنة، زي ما انتم شايفين كده معايا مليون ونص غير شرعي، مليون 530 ألف. بصراحة يعني انا اول مرة امسك المبلغ ده كده غير شرعي، يعني كلها نص مليون، يعني ممكن نجيب الماكرو دلوقتي، بس مش عايز اجيبه لان كلها خمس ليفلات. يعني ان شاء الله باذن الله هقدر الفل واجيب الخمس ليفلات دول في اليومين اللي جايين او خمس ايام جايين، يعني لان بزيد في اليوم ليفل. بس المهم ان انا معايا مليون ونص غير شرعي، فكلها 500 ألف هجمعهم بشوية كوكايين، مش هجيب سلاح تاني لان حرفيا تخرم الجيب، يعني صارف عليهم تقريبا نص مليون، كان معايا 2 مليون، جبت براد بمليون و200 وبالباقي طعم سلاحف وسنارات زي ما انتم شايفين كده، لسه باقي معايا طعم سلاحف وسنارات بس مش كتير يعني، مش مستاهله اصطاد والكلام ده. فهقضيها بعد كده كوكايين زي ما انتم شايفين كده، مليون ونص رقم مش قليل خالص. وكمان غير كده انا غسل 200 ألف، يعني كان زمانهم دلوقتي مليون و700، بس انا غسلت 200 ألف عشان اشتري عربيه، يعني قلت كفايه بقى على التندره كده. التندره بقيت حارق بيها 4000 كيلو، ده رقم كبير جدا، والدبابه وخلاص بقى عايز صيانه، والراس كمان بقى فيها 400. انا مش عارف الدنيا مالها عامله معايا كده ليه، بس المهم دلوقتي اللي انا معايا 200 ألف، هروح كده نشتري بيهم عربيه جديده. طبعا في عربيتين في دماغي، كل واحده ليها مميزات وليها عيوب، فهروح دلوقتي المستعمل اشوف اي واحده منهم هناك ولا لا، ولو ما لقيتش فهروح على الجديد ونشوف هنجيب انهي واحده فيهم. بس المهم كده نطلع ايه ده، الياماها هنا، حلو قوي، كويس ان انا معايا الياماها، انا حتى مش معايا فلوس اجيب اكل، انا بس ناخد البرجرايه دي نحدد كده على المستعمل ونجيب اكل واحنا ماشيين. مش هكتر في الاكل طبعا عشان ما فيش فلوس زي ما انتم شايفين، خلينا ناخد بس 4 و4، حلوين قوي. نروح بقى نسحب ال 5000 دول او نعمل ايه ده، بنسحبهم هناك لو يحصل لنا حاجه واحنا ماشيين بعد الشر يعني. تعال تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندك سلف معاك انت؟ اوكي
معاك انت خد، نزود بنزين ولا هيقضوا؟ خلينا نزود، توكلنا على الله. قمة مخالفة ألف ليه؟ أنا خايف على ما نوصل يبقى ما عادش معانا فلوس نجيب العربية. في واحدة 150 وواحدة 200، أكيد كده أنت عرفتوهم بقى أنهي اتنين بالظبط اللي هما في دماغي. وصلت الحمد لله. طبعا أنا البراد اللي معايا في براد فيه ملابس، كله ملابس يعني عايز يتباع، بس هيجيب لي في حدود 150 ألف يعني، ما تقلقوش إن شاء الله هيبقى معايا فلوس. المهم خلينا نركنه هنا عشان هناك هيطبشوا فيه وهيبوظوه. خلينا بقى كده ندخل المستعمل، كده كده الميكانيكا هياخد باله منها دلوقتي. اللي يرجع اركنها اركنها احسن عدل، عشان هو هيلمحها هيقول لك غنيمه. خلينا نحطها هنا كده بعيد عنهم، مع اني حاسس ان هاخدها برضه. الناس لسه رايحه تتوظف النهارده الخميس بقى، ليله التوظيف. بسم الله رب الاقيها، يا مسهل الحال يا رب. شايفين كميه الفانات قد ايه؟ لا لسه محملوش، هما بس اتنين فانات، تلات فانات، اربع فانات. الايام اللي كنا محتاجين فيها فانات حرفيا كنت بشحت، كنت ماشي اقل في برنامج الدوله على حد بيبيع فان. واحده ورا هي متعدله، يا نهار ابيض. اشمعنى دلوقتي يعني؟ انا بفكر اجيب ديتسن والله، مش عارف ليه بس نفسي هفان على ديتسن. وفي رابتر اهي، انا لحد دلوقتي ما لمحت العربية اللي انا عاوزها. ديتسن ب 250 يا عم، هي ب 200 اصلا، صلى على النبي. حلوة العربية دي، بس مش معانا فلوس، مش معانا فلوس. كان اللي معانا 200 ألف. العربية مش موجودة، انا كده تقريبا بصيت عليهم كلهم ما لقيتهاش. حلوه البي ام دي، بي ام ولا مش بي ام؟ بي ام. اه لا احنا نمشي بقى، نروح نجيبها من الجديد. يا حرفيا عربيه حلوه اهي، بفكر اجيبها. تبيع يا ريس؟ بس مش المفروض كده. خد يا ده شهاب. تبيع؟ ابيع ايه؟ كلمه، هو ده هو ده بي ام. صاحبها. آه سمكه. انا سمكه. تبيع؟ انا سبونج بوب، لا تغلط معي. ها سبونج بوب. تبيع؟ لا تغلط معي. طب تبيع؟ لا والله يا معلم فرحان فيا، ترى عندي جديده هي. لسه جديده؟ قلت بعيال. ماشي يا ريس، يلا مع السلامه. احسن هو ده وش واحد يتقبل بسبب اللي فوق. مش موجوده ولا حتى الراجل ده راضي يبيع. يلا ادمن. اوعى، لا هروح نجيبها من الجديد، كده كده انا عامل حساب يعني في الفلوس. بس كنت طمعان شويه ان الاقي في المستعمل. اوعى الرابتر. رابتر ايه؟ شارجر. انا والله دماغي تعبت في الاسبوع اللي قعدت ده، حرفيا كان اسبوع خراب، ولا بلعب ولا بصور ولا بعمل اي حاجه. خلينا بس نركنه كده في حته. ايوه هنا كده، ان اللي بيركن حاجته ورا قدام المعرض على طول بينفع يتساق. خلينا كمان نقفله كده كده، نطلع يا باشا بالعربيه الجديده. ما بيتقفلش ولا ايه؟ يا مسهل الحال يا رب، ما بيتقفلش شكله. هيتقفل ازاي صحيح؟ بسم الله. حتى مش معايا فلوس اشتري عده تصليح، عايز اروح اشتري عده كمان. مرسيدس 50 ألف دي، شفت واحد معدلها شويه تعديلات، كانت اسطوريه بصراحه، بس مش هجيبها. بسم الله. بصوا انا في دماغي عربيتين زي ما قلت لكم، في عربيه في قسم الهيدروليك، بس المنيو يجي المنيو جه. المهم ان في عربيه هنا، ايه ده بياخد يا عم الحاج صلى على النبي، هو انا لحقت تعملها ميكانيكي؟ ده انا لسه جاي يا جدع، لسه جاي. يلا نزلت لك. ابشر أوكي. ابشر اوكي حبيب قلبي، ابشر يا حبيبي، احنا حبيبي. بخدمه المواطنين. بس لو اشتريت عربيه خدها بقى ماشي. بص عدي عدي كمان خمسه كده ماشي، لو لقيتها خد. يلا تمام، خدمه المواطنين برضه. يا فين المنيو؟ المنيو مش عايزه تيجي ليه؟ الله يسامحك يا ميكانيكي. خلينا نبعد ونيجي بقى. ايه كجت كجت، ما اعرفش ايه اللي خلاها تظهر لما اركب الموتوسيكل، بس اروح اتاكد تاني كده. هو احنا بص دلوقتي في قسم الهيدروليك اهي، جت خلاص. المهم لا مش التاهو، الهيدروليك دي يعني العربيه اللي بتتنطط يعني، بتطلع فوق وتنزل كده. في عربيتين في دماغي بقى، واحده لو فاكرينها كان في مهمه كده في جي تي سان اندرس، كان واحد كان بيديك عربيه عليها ستيكر نار كده وبيديها لك تعدلها. تقريبا هي العربيه دي. لا مش هي دي طبعا، مش عارف دي ولا لا، مش عارف بصراحه. بس لو هي فمش عارف اجيبها، دي 400 ألف. المهم يعني ان تعديلها كان بيتكلف 2 مليون بس، هي كده ستوك رخيصه يعني. بس لو هي فمش هاخدها طبعا، ال 400 ألف دي مش عشان حاجه ولا عشان فلوس، ان حرفيا خساره 400 ألف، انا اصلا مش هعدل عليها ب 2 مليون. يا شكلها هي كده، خلصنا الهيدروليك كله. خلينا بقى نشوف العربيه الثانيه اللي هي البي ام، تقريبا هنا في صغيره هوندا. يا رب الاقيها، بس حرفيا البي ام دي عجباني موت اهي. هي البي ام دي ب 199 ألف. آه بي ام 1991، ده ب 190 ألف كمان. حلو العربيه دي جامده والله. فيها عيب، هي سريعه وكل حاجه، بس فيها عيب ان هي بتختفي لو انت جاي من بعيد كده، بتلاقيها مختفيه شويه. بس حلوه حلوه ناخدها. المهم بس على كده نشوف اللون، عايزين حاجه بلون كويس. مش عارف اصلا لون هيثبت ولا لا، بس هي عجباني بصراحه البي ام دي. هتجي لنا سودا، احنا كده كده النهارده الخميس وبكره الجمعه، ممكن اعدل على لونها بس اللون بس، مش هعدل على حاجه ثانيه، معيش فلوس اصلا لحد ما ربنا يفرجها. والله بفكر اغسل كل الفلوس اللي معايا دي واجيب اسمها السوبار اللي كنت عايز اجيبها، بس كنسل الفكره طبعا. اهم حاجه البي ام دي، ونشد حيلنا شويه كده يبقى معانا فلوس ونشوف هنعمل ايه. هي مش عايزه ايه ده؟ لا نخبط البجي، اللون بتاعها مش عايز يتغير. الجراج عندي معلق، معرفش معلق ليه. خلينا لسه ما سحبتش فلوس كمان. بسم الله، مش عارف ليه الجراج ده وجراج المستعمل عندي حرفيا بيبقوا معلقين. ربنا وعدنا يا رب 40-90 ولا 40-80. انا زهقت والله. يلا يا عم يلا يا عم وريني الفلوس، من كتر الفلوس القلم علقها، مش عاوز يكتب. السلام عليكم. وعليكم السلام. البتاع لزقت في وشي كده ليه؟ يا ساتر يا رب، يا حول الله يا رب. شكرا لاختيارتني، ما اخترت بنك فيلك ده، يا حول الله يا رب. جرب تاني،
نروح بقى نشتريها. انا كل خوفي بس تكرش مننا، ساعتها الطابور بتاع الاقمشة هيروح علينا. في فورد كمان اهي، بس لا البي ام شكلها افضل بصراحة. وايه دي؟ اه ده دي اسمها الجينيس. لا 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 لا، ارجع ارجع تاني للبي ام، وانا خلاص ناوي عليها يعني ان شاء الله. يلا توكلنا على الله، ربنا يجعلها مبروك علينا. فاكرين اول فيديو لينا في مقاطعة براين كانت حرفيا القائمة دي بالنسبة لنا كلها احمر، بسم الله ما شاء الله، يعني دلوقتي الحمد لله بقت كلها بالاخضر، ناقص بس الجراج الوكالة بتاعت الشاحنات هي اللي تبقى كلها بالاخضر ان شاء الله بسم الله. طب ايه اللون ده بقى؟ هو ده اللون؟ طيب انا كنت مختار سودا بس حلو النمر. بسم الله، اسمع كده، اه صوتها عادي مش مميز. عايزين نجرب كده السرعة، نجرب الدنيا نشوف ايه الاخبار. لا لا حلو حلو، شكلها شكلها بس اسمع، ما اقصدش طبعا الموتور ولا الكلام ده، بس نفتح كده عايزين بس نبص عليها كده من بره. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي كده يا شباب، اهم حاجة عشان الحاجات دي او بتتنتشعين. بسم الله ما شاء الله، بص كده بقى عليها من جوه، انا مش شايف عشان النضاره اللي انا لابسها دي، بس هي يعني باين عليها حلوه يعني من جوه، يعني بص عليها كده من بره كده كده مكشوفه يعني. عايزين كده بقى نجرب سرعتها، نجرب الحاجات دي كلها، بس نزودها الاول كده بق بنزين. بس حلو حلو السرعه، التسارع بتاعها نفسه كويس مش وحش، عايزين كده نشوف السرعه كمان، بس حلوه دي للتنقل والكلام ده كله. غير كده هي ستوك، خلي بالكم اللي مش معدله، ده 200,000 يا عم، هم مش حاجه يعني، اعتبر نفسي طلعت اربع مسدسات وسحبوا مني. لا لا حلوه السرعه، حلوه حلوه بجد، كانت داخله تقريبا 185. نرجع بس كده، المهم الفرامل برضه حلوه مش وحشه. بسم الله، بس اللون حرفيا يعني قذر، عايز لونها اصفر احمر، لون من الالوان دي مش عارف، الالوان دي الالوان المشتقه دي ما احبهاش. ايه تجمع المسعفين ده؟ يا نهار ابيض كل دي ناس، يا ساتر يا رب، تقريبا ده تجمع التعيين توظيف. المهم بقى اللي احنا اشترينا العربيه، وانا مجهز البراد طبعا في حموله، يعني في الغالب على بدايه المين اللي جايه انا هقدر ان شاء الله اللي انا ابيع. بس عايز اوريكم كمان البراد التاني، وبالمره نجرب سرعه العربيه، نشوف بس البراد مركون هنا هو والراس طبعا. يلا بسم الله نجرب كده بقى السرعه. لا لا حلو حلو، التصرف بتاعها جامد جامد يعني. بص احنا كده على رمل اصلا، احنا مش على طريق ولا اي حاجه بتاعت سرعه، بس بصوا كده على الرمل، انا مستني اعدلها، اعدلها ان شاء الله، بس لون بس شكل كده هنشوف اي حاجه عندنا. وكمان هنعدل هوندا سيفيك، بس موضوع الهوندا سيفيك ده مش مؤكد يعني، اما البي ام هي اللي تستاهل فعلا التعديل. انا بص على التراب يعني عدت ال 100 معايا، وانا لسه ما كنتش جبت اخرها. انا بص 120 130 ممكن، بس استنى تاخد بس اهي 130 135. لا لا حلوه حلوه، ده انا مستني بقى اجربها على الهاي واي عشان نشوف بسرعه. التصديم اكيد زي اي عربيه صغيره، التصديم اكيد مش قوه التندر يعني، بس اعتقد لما تعدي الفل جايب 150 على التراب، لما تعدي الفل هتبقى في قوه التندر الستوك اعتقد يعني، دي هبدا مني كده يعني، ما تاخدش الكلام ده مني لسه، ما نجرب يعني. المهم نجرب بقى سرعتها كده على الهاي واي، نشوف السرعه ايه نظام يعني، حلوه مش حلوه، بس هي شكلها كده حلو، شكلها عاجبني بصراحه، بس لونها قذر قذر قذر. ايه اللون ده؟ 185 هي ممكن نروح بقى يمين وشمال؟ لا ما بتجيبش يمين وشمال، لازم نفضل ماشيين بيها كده خط. 195 هتجيب 200؟ 200 وهي ستوك؟ ده لسه كانت بتاخد الخامس. لا لا حلوه حلوه، 200 210، بس ده منزل طبعا، بس منزل 220 حلو قوي، 222 ده اعلى رقم شفته، كويس جدا. لا لا كويسه كويسه قوي قوي قوي، التسارع بتاعها حلو. بصوا بقى هو ده، ده عيبها بقى، شايفين ده عيبها ان هي بتختفي كده، حتى برضو اللي بعيد بيكون شايفها مختفيه كده، ده يا عم الحاج، حتى برضو اللي بعيد بيشوفها كده مختفيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش عارف ايه السبب بصراحه، بس هي يعني ده العيب اللي فيها يعني، مش عارف ايه السبب ده، لسه مش عايزه تتعدل، لازم نخزنها واطلعها يعني ولا ايه؟ بس هي حلوه بصراحه، ما علينا بقى مختفيه مش مختفيه. المهم استنى كده نسال معادن نشوف مختفيه ولا مش مختفيه، بس يا رب بس ما يفتكرنا بنرخم عليهم ومطلع لنا ميني ولا اي حاجه. معادن معادن آه، انت شايف العربيه مختفيه؟ لا شايفها، يعني شايفها حلوه صح؟ يب خلصانه يا ريس، يا اتعدلت اول ما جيت اساله، بس خلينا بقى نخزنها واوريكم المقبره الثانيه. بسم الله، هوريها لكم كده بس من بره، انا مش لازم اطلعها، هي جاهزه بتاعت الفيديو اللي فات. بفكر دلوقتي اروح اجهز حمايه الكوكايين. اهدى يا ريس، زي ما انتم شايفين البراد الاول ده اللي هو الاي اس تي ده فيه اقمشه كله، الملابس كمان يعني اللي هو على البيع، وفي الاخير ده تقريبا ده اللي احنا لسه جايبينه، وفي طبعا الجلس والراس، دول طبعا اللي معانا. أه طبعا مش هشتري مقطورات تانية، او ممكن اجيب كمان مقطوره بس على حسب يعني فلوس، بس بصراحه اللي انا نفسي اعمله ان انا اجيب مقطورات خشب، لان دي بصراحه هتعمل معايا طفره قويه جدا. بتيجي اصلا توصلني الجراش التاني وحياة ابوك. والله للاسف. طب ما تجيب 500 اطلع عجله. طيب والله ولا كاش عندي، اذا تبي تعال تعال خلينا نطلع لك. اوكي اوكي حبيبي، والله احلى معلم في الدنيا، هطلع راس مخصوص عشان خاطري يا والله، المقاطعه لسه فيها الخير، طلع راس ما يهمكش، طلع طلع ايه خليه يخزن. تعال تعال قشط عليك وعلى عربيات النار، باين عليك غني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده خبره كام؟ ايش خبره كام؟ انا 300 300 بس دي كده. ايوه دخلت. عندك كام متجر؟ شلون؟
عندك كم متجر؟ عندي متجر واحد، انا شاري متجر واحد بس. لا يا عم انت لازم تشد حيلك شوية يا عم. متجر ما تقدر تشتري الواحد كيف؟ وعقد 14 يوم بس. لا يا عم لازم تشد حيلك شوية، المفروض يبقى عندك أكتر من فرع، فرع فلوس، فرع في لا بوليتو. يكفينا واحد الآن 4009، ممتاز جدا اللي ما عنده شاء الله 4009. اي عارفه حطه. كنت بشتري منه والله. اي موجود كل شيء نوفر. طب الأقمشة مش هترخصها شوية؟ والله الشباب قالوا ارفعها عشان كمان اي، لان كل انا عارف كل متاجر اللوس الان كلهم قاعد يرفعون، فانا قلت خليني ثابت على انا سعري. بجيبها ب 115. من وين؟ من ثانية اقول لك دلوقتي، من 7019. ابغى اشوف اوكي لكن اوكي اللي بنص عندي الان كلهم 120 الله 125، وفي بعضهم حتى 130 140 الله الان. يعينك يا ريس، الله يعينك، بس الطابور يخلط بس ونشوف هنشتري العدة منين. الله يوفقك ان شاء الله. الله نطنط فوق السيارة، طلع من فوق اسرع. اوكي والله انت راجل محترم وباين عليك حبيبي، بتفهم. انت بالتوفيق. حبيبي حبيبي مع السلامة. والله راجل محترم. تعال هون انت وياه. يا عمار ايش ترى؟ عمار يا ساتر يا رب. هو انا اطلع ايه؟ ما انا خدت الهايلوكس من هنا، ولا انا كنت عايز اعمل ايه؟ كنت عايز اعمل لحمولة كوكايين صح؟ والله انا بقيت بنسى. حلو عندنا هنا شوية حاجات حلوة، البي ام هي موجودة ما شاء الله عليها. طب نروح نعمل لنا حمولة ولا نعمل ايه بالظبط؟ يلا بينا، خلينا نروح نعمل لنا حمولة كوكايين كده، بس مش هنهربها طبعا، يعني حتى الهايلوكس حاطط فيها المسدس، حتى ممنوع بدء السيناريو اصلا، كنت عايز اثبت 2 3 كده ولا حاجة. تيجوا نبدل تاكسي ولا ايه؟ بس انا طابور الاتنين يعني، حرام اضيع الطابور. خلينا بقى نطلع احنا البي ام كده نتمشى بيها شوية، عايزين بقى نشوف النظام معاها ايه، حلو ولا مش حلوة، نجرب كده نتمشى بيها، يمكن حد يصدمنا ولا حاجة نشوف. يا ساتر يا رب، لسه بقول شوفوا صدمة رابتر دي ولا تندرا ولسه زي الفل. يا ساتر يا رب ليه كده؟ خلينا كده نروح على الجراج اللي جنب المينا، اكيد هنلاقي حد يصدمنا يعني، بس هي حلوة باين عليها حمالة اسية. شوفوا اختفت تاني. طب ليه؟ طيب معرفش ايش السالفة في اللي هي تختفي كده. نروح بس احطها كده في الجراج اللي هناك، هي خلاص يعني سرعتها حلوة، سرعتها 200 نقول ده المتوسط بتاعها، ان هي بتجيب 200 ده اقصى حاجة ليها، اما في المنزل بتجيب طبعا زي ما انتم شفتوا 220 225. عربية حلوة بصراحة مش وحشة. نسيت كمان افتح البيبان بتوعها كده اشوف العربية كام راكب، يعني الكرسي الورد ده بيتركب فيه ولا كده، الحاجات دي كلها. نطفي كده الاول، نبص على شكلها بس، لونها قذر قذر. ايه اللون ده؟ مش عارف انا ازاي احط اصلا لون زي ده في المقاطعة. نفتح كده الكبوت والشنطة. اوه الكبوت بيفتح بشقلوب. انزل كده يا باشا فرجنا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لي فيها يا رب. ان شاء الله قوية في التنظيم ان شاء الله. عاوزة حمالة اسيا بصراحة. خلينا بقى نروح نركنها، مش عايز اتعبها بقى دلوقتي كده، يا لسه هتشوف معانا كتير، يعني حرفيا اي عربية معايا لما بتكون عجباني بهلكها، يعني التندرة دي لو بتتكلم كانت قالت لي كلام مش حلو، بس المهم يعني ان هي يعني معدية معايا كتير، تقريبا 4000 كيلو ماشي بالتندرة بس. اختفت. انا عايز اسال حد كده مختفي، اقول له هي مختفيه قدامك ولا لا؟ الناس واقفه في الطابور من دلوقتي الساعه 12 لسه يا شباب. عيبها ان هي كرسيين اتنين بس، كان نفسي ابقى اربعه، يعني لو واحد اتنين، لو اتنين بس ينط ورا مسموح بدء سيناريو. المسدس كده كده في الهايلوكس وفي بوليتو، انا حتى معيش 5000 اطلعهم، 13000 دول اسيبهم للزنقه بس، يمكن قبض علينا في حاجه، الظابط يدينا 10000 مخالفه اشاره عشان ما نضيعش بس لحد ما نبيع الشويه اللي معانا في البراد. المهم كده بقى ان ده كان فيديو سريع كده، والله ما كنت مرتب له ولا اي حاجه، بس انتوا كنتوا وحشتوني فقلت لازم انزل فيديو اول ما ارجع، ولسه راجع، رجعت امبارح والنهارده بصور. فما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والشير والاشتراك، لان حرفيا الفيديوهات كلها يعني اللايكات وقعت خالص يا رجاله والله. فان شاء الله انت هتوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.